تزوجت امرأة وبعد مدة اخبرت امها ان زوجة اخي من ابي او من امي كانت قد ارضعتها والمرضعة توفيت ولم اسمع منها شيئا ولم اعلم الا بعد الزواج ان الرضاعة من جهة الرجل يحرم والان معي ولدان وبنتان ولم تشهد بهذا الرضاع سوى امها ولم تعلم عدد الرضعات. اذا كانت امها لم تعلم عدد الرضعات لكن سنتين او ثلاثة او اربعة ما يعلق على شيء ما يعمل بها حتى تعلم جازمة انها خمس رضعات او اكثر وحتى تكون ايضا عدلة امرأة العدل ثقة. اما ان كانت تتهم بينك وبينها عداوة او تحب انك تفارق بنتها ما يعمل بإشارة. الحاصل ان هذه المرأة فيها نظر ام الزوجة اذا فيها رضاع فيها نظر لان قد تكون تحب فراق بنتها قد تكون زائلة عن الزوج تحب أن يفارق بنتها فتشهد الرضاعة. فالحاصل إذا كان ما عندها ضبط الرضاعة فالحمد لله ما يقال عليه.